فيلمنا بيبدأ مع سام ومولي وهم بينقلوا لشقة جديدة عشان يعيشوا فيها، وبيساعدهم كارل صديق سام وزميله في الشغل، وبيكونوا شغالين سوا في بنك ومسؤولين عن حسابات كبيرة. ومن خبرة سام بيكتشف ان في تلاعب في الارقام، وبيبلغ كارل باللي يعرفه، وبيقول له كارل انه يسيب له يكتشف مين اللي ورا الحسابات دي، ولكن سام بيصر انه يكمل شغل عليه لوحده. وبيسأله كارل ايه اللي هيعمله بالليل، وبيقول انه هيخرج مع مولي حبيبته ويروحوا المسرح سوا، وبيتمنى له كارل سهرة سعيدة. وبيجي بالليل بعد ما بيخلصوا المسرح، وبتعرض مولي على سام انهم يتجوزوا، بس سام بيتردد في الرد عليها لانها خطوة مهمة في حياته. وفي خلال كلامهم بيحس انه في حد ماشي وراهم، وبيطلع حرامي بيهدد سام بالمسدس انه يديله المحفظة بتاعته، وبتحاول مولي تزعق لحد ما الحرامي بيضربها، وبيتخانق سام مع الحرامي وبيحاول انه يبعد المسدس ويرميه من ايده لحد ما رصاصة بتطلع من المسدس، وبيجري الحرامي ووراه سام عشان يحاول يمسكه، وبعدها بيرجع تاني لمولي عشان يطمن عليها، ولكنه بيستغرب لما بيلاقي نفسه ميت بين ايدين مولي وهي عماله تعيط عليه، وما بيفهمش ايه اللي حصل، وبيحاول يلمس نفسه بيلاقي ان ايده عدت من خلال جسمه الميت، وفجاه بيلاقي نور ظهر في السماء، لكنه بيرفض انه يروح ناحيته، وبيروح ناحيه مولي عشان يفضل معاها حتى لو هي مش شايفاه، وبيوصلوا كلهم المستشفى على امل ان حد ينقذه من الموت، ولكن سام بيموت. وبيفضل شبح ومش فاهم يعمل ايه، وبيروح يقعد جنب جثته لحد ما بيلاقي راجل عجوز جاي يكلمه كانه شايفه، وبيقول انه هيتعود على اللي هو فيه، وانه يقدر يعدي من خلال الابواب عادي، ومع الوقت هيقدر يتعايش على الوضع الجديد. وبيشوف قدامه مريض اتوفى في غرفة العمليات، وبيظهر فوق المريض نور وبيشد روح المريض ناحيته زي ما كان هيحصل معاه، وفجأة بيلاقي العجوز اختفى من جنبه، وبيقوم يدور عليه بيلاقي ان في واحد عدى من خلال جسمه عادي، وبيغمى عليه من الرعب، وبيفوق وبيروح جنازته، وبيشوف مولي قدامه وهي بتعيط عليه، وجنبها كارل صديقه، وبيفضل مع مولي لحد ما بترجع بيتها، وبتفضل تكلم نفسها انها جابت قمصان سام النهارده وانها حاسه بوجوده حواليها، وبيحاول سام يكلمها لكنها ما بتسمعوش، وبتدخل تنام لتاني يوم. وبيجي لها كارل بحاجات سام اللي كانت في مكتبه، وبيحاول انه يقنع فيها انها تخرج بره البيت شويه وتتمشى معاه، لحد ما بيخليها توافق فعلا، وبتخرج بره الشقه وبتقفل وراها، وبيحاول سام انه يعدي من خلال الباب لكنه بيكون خايف من اللي بيحسه، لحد ما بيلاقي الحرامي اللي قتله ومعاه مفتاح بيته وقدر انه يدخل شقته بسهوله، وبيطلع الدور التاني وبيفتش في لبس سام لحد ما بترجع مولي بسرعة من خروجتها، وبيترعب سام ان ممكن الحرامي يتهجم على مولي ويقتلها زي ما قتله، وبيصرخ جامد فبتشوف القطة بتاعته، وبتهجم في وش الحرامي وبتجرحه، وبتخليه يهرب بره الشقة قبل ما مولي تاخد بالها. وبيضطر سام انه يجري ورا الحرامي، وبيعدي لأول مرة من خلال باب الشقة، وبيفضل ماشي وراه لحد ما بينزل المترو، وبيلاقي سام ان في شبح زيه جاي عليه وبيضربه لانه بيكون فاكره جاي يستولى على مكانه، وبيهدده الشبح ان المترو ده مكانه هو، وبيقدر انه يكسر ازازة الباب عليه مع انه شبح زيه، وبيستنى سام في المترو لحد ما الحرامي يخرج منه، وبيمشي وراه لحد بيته، وبيشوفه وهو بيتكلم مع واحد تاني في التليفون، وبيقوله انه هيعمل محاولة تاني اما مولي تنزل من البيت عشان يلاقي اللي بيدور عليه. وبيفضل سام ماشي في الشارع خايف على مولي ومفيش حاجة في ايده يعملها، لحد ما بيلاقي محل مكتوب عليه وسيطة روحانية واتصال بالأموات، وبيدخل المكتب بيلاقي ان في ستات كتير مستنيه دورها، وبيدخلوا مكان مقفول عشان يقابلوا الوسيطه الروحانيه اللي اسمها اودا، وبيكون سام متاكد انها نصابه. واثناء كلام سام مع نفسه بتكون اودا سامعاه وحاسه ان في حد معاه في الاوضه، لحد ما بتقوم علشان تفهم مين اللي بيكلمها ومش باين، وبتخاف انه يكون شبح بجد فبتجري على الدولاب بتاعه وبتستخبى فيه، وبتفضل تكلم نفسها انها مش هتنصب على ناس تاني بس بلاش حاجه تاذيها، وبيقول لها سام انه مش هيسيبها، وبتتخبط جامد في باب الدولاب لدرجه انها بتقع بيه وبيغمى عليها، تفهم ان في شبح فعلا بيكلمها، وبتقول لسام يسيبها في حالها، وبيقول لها انه مش هيسيبها الا لو ساعدت حبيبته وانقذتها من الراجل اللي قتله، وبتوافق انها تتصل بمولي عشان تخلص منه. واول ما بتتصل بمولي وبتقول لها ان عندها رساله من حبيبها سام، بتقفل السكه في وشها، وبيقول لها سام انها لازم تروح لها بنفسها، وبترفض اودا انها تنفذ كلام سام، فبيفضل جنبها طول الليل وهو عمال يغني ومانعها من النوم، فبتضطر اودا انها توافق، وبتروح تاني يوم وبتطلب من مولي انها تنزل تكلمها لكنها ما بتردش عليها، وبتفضل اودا واقفه تحت شباكها وبتقول لها على حاجات سام هو بس اللي يعرفها، لحد ما مولي بتنزل لها وبتقبل انهم يتقابلوا سوا في كافيه، وبتقول لها اودا ان سام روحه لسه موجوده، وفضل يزن عليها طول الليل علشان توافق انها تجيلها، ولان مولي مش مصدقها بتفتكرها نصابه وبتسيبها وبتمشي، فبتقول لها اودا ان سام بيحبها وعمره ما قال لها انه بيحبها قبل كده، ودي كان اخر حاجه بيتكلموا فيها قبل ما سام يموت. وساعتها بتبتدي مولي انها تصدقها، وبيكملوا كلام سوا في شقتها، وبتقول لها اودا ان سام محبوس ومتعلق بين العالمين، وروحه هترتاح اما يخلص اللي المفروض يعمله، وان حياتها في خطر، والحرامي اللي قتله كان قاصد انه يسرق منه حاجه، ورجع يفتش في الشقه يوم ما خرجت، وبتحكي لها كل حاجه سام عرفها، ومنها اسم الحرامي وعنوانه، ولكن اودا ما بتقدرش انها تكمل كلام مع مولي، لانها مش عايزه يبقى عليها اي مسؤوليه لو حصل حاجه لمولي، وبتسيبها وبتمشي، وبتحكي مولي كل حاجه لكارل لما بيجي لها وتقوله على كلام اودا، لكن كارل بيقول لها ان ده
كلام جنوني ومحدش هيصدقه، ولانه عايز يطمنها بيقول لها انه هيروح هو العنوان بتاع الحرامي ويتاكد بنفسه وبيكون سام معاه. واول ما كارل بيروح بيت الحرامي بيتفاجئ سام ان في معرفه بين كارل والحرامي، وان كارل هو اللي اتفق مع الحرامي علشان يسرق منه الدفتر اللي فيه كلمات المرور الخاصه بالحسابات، وما كانش عارف ان الموضوع هيوصل للقتل. وبيطلب كارل من الحرامي انه لازم يدور على اودا ويقتلها، وبيروح كارل بنفسه تاني يوم وبيقتحم شقه مولي وبيسرق دفتر سام من دولابه. وبتكون مولي ساعتها في قسم الشرطه عشان تحكي لهم عن كل اللي قالته اودا، وبعد ما بيضحكوا عليها بيقوم المحقق بيجيب لها قضايا نصب كتير كانت على اودا، وبيقول لها انها ما تصدقش اي كلام منها لانها عايزه تستغلها وتنصب عليها. وبعد ما بيقدر كارل انه يدخل على الحسابات بيحول كل الفلوس اللي فيها لحساب جديد باسم ريتا عشان ما يبقاش فيه مشاكل تحصل له ويبقى اختلس من غير ما حد يكتشفه. وبيكون سام شايف كل ده وهو بيحصل، وبعدها بيطلع على بيت مولي وبيحاول انه يتقرب منها ويعمل علاقه معاها، لكن سام بيفضل يزعق ويتعصب وبيحاول انه يهجم على كارل وبيقدر انه يوقع الصوره بتاعته على الارض، وده اللي بيخلي مولي تطلب من كارل انه يمشي لانها مش مستعده لاي حاجه في الظروف اللي هي فيها دي. وبيفتكر سام وهو في المترو اما شبح المترو كسر الازاز عليه، وبيقرر انه يرجع له تاني عشان يعلمه هو ازاي كسر الازاز مع انه شبح. وبيفضل يتنقل من مترو للتاني لحد ما بيعرف انه يقابله وبيطلب منه مساعدته، وبيتعصب الشبح اما بيشوفه، لكن سام بيقول انه مش هيسيب المترو الا لما يعلمه ازاي يقدر يحرك الحاجات اللي حواليه. وبيضطر الشبح انه يفهمه انه لازم يجمع كل تركيزه على الشيء نفسه ومش مجرد تحريك بالايد، لانه حاليا روح من غير جسم وكل وظيفته انه يركز وبالتدريب هينجح. وبيفضل سام يحاول لحد ما بينجح انه يحرك كوتشي مرمي قدامه، وبيكون مبسوط جدا انه قدر يحرك الحاجات، وبيجري على محل اودا وبيلاقيه مليان بالاشباح اللي زيه، وبيسالها ايه اللي حصل، وبتشرح له اودا انها من ساعه ما ساعدته وكل شبح موجود عارف انها عندها القدره على سماعهم، وبيقولها عشان تساعدهم في امورهم المتعلقه، وانها ما بقتش نصابه زي زمان وبتقدر تساعد الناس بس مقابل فلوس طبعا. واثناء كلامهم بيكون في شبح موجود وعايز يتكلم مع اهله اللي قاعدين قدام اودا، فبيجري عليها وبيدخل جسمها وبيتكلم من خلاله، بس هي بتقدر انها تطرده بره جسمها من تاني، وبتطرد كل الموجودين في المحل ما عدا واحد بس اللي هو ويلي الحرامي واللي قتل سام. وبيحذرها سام اللي قدامها ده يبقى ويلي القاتل، وبتهرب منه اودا وبتستخبى في الدولاب. وفعلا بيكون ويلي يحاول يضرب عليها رصاص لكنه بيفشل في قتلها، وبيفهمها ان ويلي مش هيسيبها الا لو سمعت كلامه في خطته، وبيروحوا سوا البنك المركزي هما الاثنين. وبتكون اودا لابسه شيك من وجهه نظرها وبيخليها تعيد الكلام اللي هي بتقوله بالظبط لموظفه البنك، وبتقدر انها تزور بطاقه شخصيه باسم ريتا واللي كان كارل عامل الحساب باسمها، وبتطلب من موظف تاني انها تسحب كل الفلوس الموجوده في الحساب بتاعها، وبتقدم البطاقه المزوره بتاعتها وبتبدا في اجراءات قفل الحساب واستلام ال 4 مليون دولار على هيئه شيك قابل للصرف. لكن سام بيتفاجئ ان مولي حبيبته موجوده في نفس البنك وممكن تفضح اودا، وساعتها بيحاول كارل انه يطمن ان الفلوس لسه في حسابه، لكنه بيلاقي ان الحساب اتقفل وبقى صفر، وبيتجنن ان الحساب مقفول وفلوسه راحت. وبتكون اودا في منتهى السعاده انها بقت مليونيره وبقى معاها 4 مليون دولار، لكن سام بيقولها ان الفلوس اللي معاها دي فلوس مسروقه وهو مات بسببها ولازم تتصرف في المكان الصح. وبيشوفوا قدامهم حامل التبرعات تبع كنيسه وملجأ، وبيخليها تسلم الشيك اللي معاها للراهبات اللي قدامها غصب عنها، لانه بيقول لها انها لو حاولت تسحب الفلوس باي شكل من البنك هيقدروا يوصلوا لها ويقتلوها. وبتسيب سام وهي متعصبه، وبيروح سام يتفرج على كارل اللي بيدور على اي سحب تم بقيمه 4 مليون دولار يمكن يلاقي النصاب اللي سحب فلوسه، وبيقدر سام انه يجننه ويكتب له على الكمبيوتر انه قاتل، وبعدها بيفضل يكتب اسمه على الشاشه. فبيتراقب كارل من اللي بيشوفه وبيجري على بيت مولي عشان يسالها هل فعلا كلمت سام من خلال اودا ولا كان كذب. فبتساله مولي عن حالته وهل اللي هو فيه النهارده ليه علاقه بان اودا كانت في البنك، وبيفهم كارل ان اودا سرقت فلوسه، وبتطلع مولي تجيب له مهدئ، وبيبدا سام انه يتسلى على كارل ويخبطه خبطات خفيفه عشان يرعبه اكتر، وبيكلم كارل نفسه لانه بيكون متاكد ان روح سام حواليه، وبيقول ان الشيك لو ما جالوش بكره هيقتل مولي واودا، وبيسيب البيت وبيمشي. وبيجري سام على بيت اودا علشان يحذرها ان كارل جاي لها لانه فاكر ان الشيك لسه معاها وانهم لازم يهربوا حالا، وبيستخبوا في شقه جارتهم وبيشوفوا كارل وميلي وهما بيقتحموا الشقه وبيدوروا عليها، وبيحاول سام انه يرعب ميلي اكتر لحد ما بيخليه يجري في الشارع وبيخبط في عربيه وبيموت، وبيتحول هو كمان لشبح، وبيلاقي ان في شياطين ظهروا حواليه وشدوه وهو بيصرخ لحد ما بيختفي من قدام سام. وبتجري اودا ومعاها سام على بيت مولي علشان تحذرها ان كارل هو السبب ورا كل اللي بيحصل، ولكن مولي بترفض انها تفتح لها الباب وبتفضل تقول عليها كدابه ونصابه. فبيطلب سام من اودا انها ترمي له عمله معدنيه من تحت الباب، وبيقدر سام انه يحركها في الهواء قدام مولي عشان تصدق اودا، وبتفتح الباب لاودا. وبتتصل مولي بالشرطه وبتبلغ ان في حد عايز يقتلها عشان يجوا بسرعه، وبيفضلوا قاعدين مستنيين الشرطه، وبتوافق اودا ان سام يستخدم جسمها
علشان يقدر يلمس مولي لاخر مره، لكنهم بينفصلوا عن بعض اول ما بيسمعوا كارل بيخبط على الباب جامد، فبتهرب مولي واودا من خلال سلم الحريق للسطح، وبيكسر كارل باب الشقه وبيفضل يدور عليها لحد ما بيسمع صوت جاي من ناحيه السلم بتاع المطافي وبيطلع ناحيتهم، وبيفضل يطارد فيهم لحد ما بيقدر ان يمسك اودا وبيهددها بالمسدس عشان تقول له مكان الشيك، لكن سام بيضربه وبيخليه يبعد عنها، فبيجري على مولي وبيهدد بقتلها، بس برضه سام بيقدر انه يرمي المسدس بتاع كارل بعيد وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخليه مرعوب، وبيحاول كارل انه يهرب من السطح من خلال الشباك، لكن الشباك بيتكسر، وقبل ما يهرب منه بينزل عليه هو كمان ازاز الشباك وبيقتله، وبيتحول كارل كمان لشبح وبيشوف نفسه ميت، وقبل ما يقدر يعمل اي حاجة بتظهر شياطين حواليه وبياخدوه للجحيم زي ما خدوا ميلي، وبيروح سام عشان يطمن على اودا، والاول مرة مولي حبيبته بتكون سمعاه، وبيظهر نور من فوق سام وبتقدر مولي تشوفه عشان يودعها للمرة الاخيرة، وانه عمل اللي كان عايزه وهو الانتقام من اللي قتله وانقذ حبيبته، وبيشكر اودا على مساعدتها ليه، وبيختفي سام من قدامهم. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.